الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن أين توجد الدهون بالضبط، مواقع الدهون بالضبط. وتوجد الدهون على عدة صور مثل الشحوم والزيوت والشموع، أو قد تصنف على شكل دهون حيوانية وأخرى نباتية. والدهون الحيوانية غالبا ما تكون صلبة، أما الدهون النباتية فغالبا ما تكون سائلة في درجات الحرارة العادية وغير مشبعة أيضا. وبالتالي توصف الأولى بالشحوم الحيوانية الصلبة، والثانية بالزيوت النباتية السائلة. ومن الزيوت النباتية المستخدمة في حياتنا مثل زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت الفستق وزيت الفول الصويا، وأيضا زيت عباد الشمس، وأيضا زيت بذرة القطن. وأيضا الدهون الحيوانية توجد بطبيعة الحال في لحوم الحيوانات، كلنا نعرف هذا الكلام، أو منتجاتها مثل دهن اللبن وآلية الخراف أيضا. أما الشموع مثل شمع الأنولين فهو يعتبر مادة واقية للغطاء الخارجي كالجلد والفراء والريش والشعر، وعادة وأكيد بنسبة 100% أنه يفرز غالبا من القدد الدهنية الموجودة بالجلد. وهناك مركبات كيميائية تصنف مع الدهون وهي الاستوردات، رغم أنها لا تشبه الدهون من حيث تركيبها الكيميائي لكنها تصنف معها لعدم قابليتها للذوبان في الماء. وتشترك الاسترويدات في صفة واحدة وهي موجودة في تراكيبها التي تتكون من حلقات، وطبعا هذه الحلقات واضحة جدا تحت المجهر. وإلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم فهمتم هذا الدرس. إلى هنا كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.